اهلا وسهلا اخ عبد الكريم. انا ما ادري يسمونك وشنو؟ ابو خالد. انا ابو خالد. خالد اكبر عيالك؟ لا لا، هو الصغير. انزين ابو خالد، الاغنيه اللي توني قلت جزء من كلماتها اعتقد سجلتها بالقاهره مو كذي؟ اي نعم، هذه كلمات الاخ بدر البرسلي ولحن الفنان عبد الرب ادريس. انزين هذه اعتقد انتاج خاص او قطاع خاص؟ اي نعم، انتاج خاص. بالمناسبه ما دام هي بنسيره القطاع الخاص، شنو تاثير الشركات اللي ظهرت على انتاجكم كفنانين؟ ما في شك في لها تاثير طبعا، غير الاول. بالاول طبعا ما في قانون، كانوا الفنانين باجتهادات خاصه يروحون يسجلون عملهم ويتكلفون فيه، واحتمالات النجاح والفشل وارده يعني. فالحين النجاح والفشل بعد القانون تحمل الشركه. اي طبعا. والشركه طبعا الان في حاله تنافس على الاحسن والاحسن. انزين الشركات تعاملكم مثل ما تعاملكم يعني الكادر، مكافاتكم في الاعلام؟ لا لا طبعا لا، تختلف عرض وطلب يعني، كل واحد له سعر وكل واحد له. اذا متهيألي بهالحاله هي خالقه روح من التنافس يعني بين الفنانين. تنافس بين الشركات نفسها وبين الفنانين انفسهم. انزين ابو خالد، خالد ترتيب اي ترتيب في عيالك؟ الصغير. الاول؟ الصغير. خلود الكبيره عمرها 7 سنوات. والله متهيئ عبد الكريم 7 سنوات. انا هقيتك يعني تو سنه سنتين. لا لا انا متزوج وانا صغير. قصدك يعني صغير بس؟ اي صغير طبعا. خالد وخلود وايمان. وايمان؟ ايمان 5 سنوات. 6 سنوات. ايمان البنت الوحيده؟ لا، خلود الكبيرة 7 سنوات. زين بالنسبة للخلود، لو خلود في يوم من الأيام طلعت عندها إمكانية عبد الكريم عبد القادر، إمكانية طبعا الصوت، وقالت لك يا يبا أنا عندي إمكانيات كذي وبروح أغني في الإذاعة، فشو يكون ردة الفعل عندك؟ من غير ما تقول لي سواء إيه أو إيمان أو خالد، من غير ما يقولوا لي أنا راح أعرف إذا كان عندها الموهبة ولا لا، لأن أنا شغلتي هذا. تعرف أنا ليش سألتك السؤال؟ لأن في يوم من الأيام أنت كتبت في جريدة أو فكرت، متأكدة أنا ذاكرة، فكرت في الاعتزال وقلت أنا لا زالت الفكرة تراودني وبعتزل في يوم من الأيام. ولا زالت لحد الآن يعني واردة في ذهني الحقيقة. مسألة الفن مو شيء هين يعني، وإن استهونوه الناس يعني، لكن الفن صعب 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 جدا، ويبي صبر ويبي تفرغ. ويعني تعتقد أن صبرك نفذ خلاص؟ والله أنا بالنسبة لي يعني تحملت فوق طاقتي، ما أعرف غيري عنده استعداد الصبر على راحته. على العموم يعني احنا ما نتمنى ان الصبر يطول 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 وما نفقد طاقه مثل عبد الكريم. الله يسلمك. انزين بالنسبه لاغنيه غريب اخ عبد الكريم، اعتقد هي اطول اغنيه غنيتها مو كذي؟ اي نعم اطول اغنيه 16 دقيقه كتجربه. انزين ابي اعرف رايك في الاغنيه هذه، لان انا حسب ما سمعتها جوها يختلف عن الاغاني اللي غنيتها، من ناحيه الكلام، من ناحيه جو اللحن نفسه، غرابه الاغنيه. يتهيألي انا اول لون اسمع لك كذي يعني. صح طبعا، مطلوب من الفنان التجديد والتطوير قدر ما يستطيع يعني، والرتابه يعني مرفوضه من اي شيء من اي عمل. وبطبيعتنا كهوات نبحث دائما عن الاحسن، وانا طبعا حاولت يعني اني اقدم لهم الجديد، والجديد في غريب. انت تعتقد ان احساسك في هالاغنيه اكثر من احساسك في باقي اغانيك؟ لا، مو احساسي في هالاغنيه غير احساسي في الاغاني الثانيه. لا يعني اعطيتها اكثر قصدي. انما احساسي في اغنيه غريب احساس اخر، احساس خاص. انا حاس فيه الكلام واللحن، عشت فيهم، عشت معاهم فتره يعني حوالي سنه. الحقيقه انا حاولت قدر ما استطيع ان اعطيها الاحساس المطلوب. طبعا انا اعطيتها احساس ذيك اللحظه اللي انا سجلتها فيه، وعلى الله التوفيق يعني. إن شاء الله.